طب قول الو كده شوف هتعرف اللي معانا ولا لا. الو الو الو، السلام عليكم. ازيك يا عليكم السلام مكباتن؟ حبيبي يا كابتن اسامه يا هداف، يا ليك عرفت من النادي مين؟ الاهلي. عرفت مين يا سيحه؟ ازيك يا كابتن خالد؟ ايوه. حبيبي حبيبي يا كابتن اسامه. كابتن خالد عثمان مدرب حراس مرمى في 2003. خلي بالك يا ادهم، لو ما كنتش عرفت كابتن خالد كنت هتعاقب بكره في لا التمرين. لا طبعا، ده كان هيجري صوت ما نص ساعة يتنسيش. بكرة، كان هيجري نص ساعة بكرة. ازيك كابتن أسامة؟ منور يا كابتن خالد، حبيبي تحياتي أنا ليك. كابتن حبيبي. خالد عثمان مدرب حراس مرمى فريق 2003 في قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، ما شاء الله عامل شغل اكثر من رائع. بنشوف الفتره دي ادهم سيحه مع الدرجه الاولى بيطلع يتمرن، قبليه مصطفى مخلوف موجود مع الدرجه الاولى، فشغل اكثر من رائع يا كابتن خالد. حبيبي يا كابتن اسامه، انا بس عايز اسلم عليك، انت وحشتني يعني، انا كان وشي حلو عليك، انت اشتغلت معايا سنه ورحت سموحه درجه اولى، وبعدين سنه ورحت منتخب مصر 99، كان وشي حلو عليك طبعا يعني. طبعا حبيبي يا كابتن اسامه، لا بص يا كابتن، ادهم من الحراس المتميزين جدا، سواء في ادائهم في الملعب او فنيته او اخلاقيا، حتى هو شخصيه جميله ادهم، ومعاه طبعا مصطفى مخلوف زي ما انت قلت طلع الدرجه الاولى. مستر ميشيل تقريبا الفتره اللي فاتت تقريبا كان قاعد معانا في قطاع الناشئين شويه، وابدا اعجبه بصراحه بالثلاث حراس ادهم ومصطفى مخلوف، وفي طارق حسن كمان ده من ولاد النادي كويس، بقى له 11 سنه في النادي، ده برده حارس مهاري ومتميز جدا. يمكن الثلاث حراس مرمى بيأدوا بشكل كويس الفترة اللي فاتت دي، وده عامل جو منافسة بينهم، جو كويس قوي، وهم أكتر حاجة بتميزهم الروح الحلوة بينهم، كمان بينهم حلو. وبعض مفيش نفسنة ولا ضغط على بعض ولا الكلام ده خالص. وبنشوف قبلها كمان مصطفى شوبير ما شاء الله، واحد برضو من اللي بدأ يحط أقدام في الدرجة الأولى، وده مقطع النشيب النادي الأهلي ولاد في المركز ده. أنا مش عايز أطول على حضرتك، ولكن أنا هقول لك على حاجة كده بسيطة بس، يعني ان احنا في الفتره الاخيره دي النادي الاهلي يمكن النادي الوحيد اللي في افريقيا اللي دايما بيبقى ما عندوش اي مشكله في حراسه المرمى. يعني احنا عندنا كابتن محمد الشناوي حارس مرمى الاول، علي لطفي الراجل بينزل في اي وقت بيأدي وبيأدي بشكل كويس جدا وبيعمل اللي عليه، مصطفى شوبير مواليد 2000 تخطى كل من في سنه وحط نفسه وسط الحراس الكبار وده حقه بعد الاداء اللي اداه، وعندك حمزه علاء حارس منتخب مصر الاولمبي 2001 من الحراس المميزين قوي قوي قوي، وعنده ثقه عاليه قوي في نفسه. عندك النهارده مصطفى مخلوف، عندك ادهم سيحه، عندك عمر كمال 2006 حارس مرمى منتخب 2006، ما شاء الله. انت بتتكلم على عندنا ذخيره كبيره جدا من حراس المرمى في قطاع الناشئين جدا يا كابتن اسامه. يعني انا شايف ان احنا مستوى حراس المرمى عندنا في الفتره الاخيره الثلاث اربع سنين الاخرين لا اتطور بشكل كبير جدا جدا جدا، وانت بقيت سابق انديه كتير جدا بتدور على جون يقعد احتياطي او جون يبقى تاني او تالت او الكلام ده، انت سابقهم بكتير. عندك بسم الله ما شاء الله اربع خمس حراس مرمى، اي حد فيهم يقدر يأدي في اي وقت ويلعب، ما فيش اي مشكله. الفتره اللي قضاها معاكم ميشيل يانكوني وهو راجل ودود كده وحبوب يعني بلغه الكره، جميل جميل، دخل معاكم وانسجم بسرعه، وفرصه كمان انه بدا يعرف الحراس اللي موجوده في قطاع الناشئين علشان لما يبدا يتم تصعيد الحراس دول للدرجه الاولى. دي حقيقه فعلا، هو الفتره اللي قعد معانا فيها هو مستر ميشيل في حاجه كويسه قوي قوي قوي، بيدقق في التفاصيل كويس، بيدقق في التفاصيل في التمرين، في تفاصيل التفاصيل، ودي حاجه كويسه جدا. وكان الراجل عامل برنامج بنمشي عليه كلنا مع بعض، وهو كان بيتنقل بين الملاعب كل يوم مع كل الفرق، وخد فكره عن الفرق كلها وحراس المرمى الموجودين في النادي. هو الفترة الأخيرة قبل ما يطلع في الدرجة الأولى قال لك أنا خلاص أنا حطيت إيدي إزاي هيتم تطوير مركز حراسة المرمى في النادي لمدة 10 سنين قدام، النادي ما يحتاجش أي حارس مرمى. وفعلا هو الراجل عمل مشروع، يعني زي ما حضرتك عمل مشروع لتطوير حراسة المرمى في النادي الأهلي، والراجل اشتغل بصراحة اشتغل عليه كويس جدا جدا جدا، وشغله مفيد جدا معانا. وحقيقة أنت عامل برضه شغل أكثر من رائع، وكمان الكابتن خالد بيبو وكل القائمين والعاملين في قطاع الناشئين. طبعا طبعا كل القائمين، كل القائمين على العمل بصراحه. هي المنظومه، بص يا كابتن اسامه، المنظومه كلها ماشيه باستراتيجيه واحده بنظام واحد، كل الناس ماشيه زي المكنه والتروس كده، انت ماشي جوه الترس الدنيا ماشيه كلها مظبوطه، ما حدش بيخرج بره. نشكرك شكرا جزيلا كابتن خالد، ونتمنى لك ان شاء الله كل التوفيق خلال الفتره اللي جايه.